منتخب اسبوع كمان سلوكيا قبل فنيا، عشان برضو اللعيبه تكون عارفه ان السلوكيات مهمه جدا ثم تاتي الفنيات. دايما عندنا فقره ثابته في برنامج الاشبال بنتكلم عن لاعب المستقبل. لاعب المستقبل دايما بنقدمه للفريق الاول. في الحلقات السابقه قدمنا لعيبه مميزه وتم تسليط الضوء عليها، اللعيبه دي طلعت واتمرنت مع الفريق الاول. النهارده نجمنا هو مصطفى الياس مواليد 2000، تاريخ الميلاد 1/6 مواليد 2000، انضم للاهلي سنه 2009، ظهير ايسر ومدافع، بيلعب باك ليفت ومدافع، طوله 184 سنتي والوزن 78. مصطفى الياس من اللعيبه الجيده داخل قطاع الناشئين، يعني من اللعيبه اللي احنا بنتنبأ ليها ان شاء الله يكون موجود في الفريق الاول. نروح نشوف التقرير ده عن مصطفى الياس، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. لم تكن حكاية رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي وقيادته للمنتخب الأولمبي رفقة زملائه لمنصة التتويج وحصد لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام وتأهلي لأولمبياد طوكيو، لم تكن الحكاية الأولى، لن تكون الأخيرة في مسيرة كيان كبير اعتاد أن يمد كل عناصر الرياضة المصرية بلاعبيه. لم يتوقف دور قطاعات الناشئين بالقلعة الحمراء عند دوره بتصعيد لاعبيها إلى الفرق الأولى بكل الألعاب، ولكن لها دور آخر وطني أكبر وأهم وأشمل، ألا وهو رفع علم مصر في كل المحافل محلية وعالمية. الأهلي يقدم ويمد المنتخبات المصرية في كل الألعاب بعناصر مميزة ورائعة. على الطريق يسير لاعب جديد ألا وهو مصطفى إلياس، الظهير الأيسر لفريق 99 بالنادي. ولد مصطفى إلياس في الأول من شهر يونيو عام 2000، وقبل أن يكمل عامه التاسع كان قد انضم للأهلي في سبتمبر 2009، لمع مبكرا بفضل موهبته والتزامه وتركيزه، لفت الأنظار رغم عمره الصغير، فسافر مع منتخب القاهرة في رحلة اليابان ولعب لمنتخب الناشئين. مصطفى إلياس ورغم أنه من مواليد عام 2000 لكنه يشارك في فريق 99 في دوري الجمهورية. مصطفى إلياس ناشئ جديد يقدمه برنامج الأشبال كما تعودنا كل أسبوع إلى ريني فايلر ليكون نجم المستقبل.